بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا المشاهدين الكرام، أخواتنا المشاهدات الكريمات، حيثما وأينما كنتم تتابعوننا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، نسأل الله لنا ولكم ولأمتنا أحسن الفهم في الآيات وأحسن العمل والتطبيق، يا مجيب الدعوات يا رب العالمين يا رب السماوات، آمين. نحن في رحلة مباركة طيبة ميمونة إن شاء الله مع سورة البقرة فسطاط القرآن، أي الخيمة العظيمة في القرآن، 86 آية وأغلب آياتها طويلة، إذن هي مضاعفة الحجم. لا ننسى أنها أول ما أنزل على المجتمع اللي أصبح دولة في المدينة، صار في تشريعات تفصيلية، صار في كلام عن الجهاد وكلام عن الشهداء وكلام عن الغنائم وكلام عن المعاهدات وكلام متعدد الجبهات طبعا. إذن لابد من تشريع يواكب نمو وتطور المجتمع. الآية 38 بعد 200 بها نبدأ الحديث إن شاء الله، وذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات. مولانا إله الكون يخاطبنا بهذه الكلمة لكل الأمة لكل المسلمين، حافظوا على الصلوات، ثم خص من بينها صلاة سماها والصلاة الوسطى، على الصلوات والصلاة الوسطى. وما هي الصلاة الوسطى؟ إذا بدأنا من الفجر فالوسطى العصر، لأنه فجر وظهر ثم عصر وسطى مغرب وعشاء، إذن من أين نبدأ؟ حيثما نبدأ بكون الوسطى ممكن تكون دوارة ما بين كل الصلوات، لكن الأرجح عند العلماء وعند الأمة أنها صلاة العصر. أما أنها كانت تقرأ حافظوا على الصلوات الوسطى والصلاة العصر، هذا غير صحيح. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ولماذا العصر كانت الوسطى؟ معلوم أن الجزيرة منطقة حارة، والظهر والعصر هما قلب النهار، يعني الفجر إلى الضحى الجو معتدل إلى حد ما. الظهر والعصر من عرف الجزيرة عرف أنه تكون حرارة فوق 40 و45، مع رطوبة أحيانا غير رطوبة أحيانا. الخلاصة إذن حافظوا على الصلوات، وخص مولانا الصلاة الوسطى لأنه قسم قد يكون نائم، حافظ على صلاة العصر، قم قم فتوضأ وصلي، والصلاة الوسطى. طبعا ممكن نقول الصلاة الوسطى دوارة مع كل الصلوات، من حيث نبدأ مثلا الفجر لو بدأنا الصلوات، أو لو بدأنا الصلوات من الظهر أو الباقي، خلاص يعني ممكن أن تدور الوسطى على كل الصلوات، وإن كان الأرجح أنها صلاة العصر ونخلص. حافظوا عليها أداء، نعم. حافظوا عليها روحا، نعم. حافظوا عليها خشوعا، نعم. حافظوا عليها صلاة جماعة، نعم نعم. لكن أول متبادر من المعنى أن نقيم الصلاة ولا نقصر ولا نفرط ولا نضيع أبدا أبدا. هل نتوقف عن تنفس الأكسجين؟ كيف نعيش؟ آها، لأن جسمنا المادي متوقف على الماء والأكسجين والطعام إلى آخره. طب جسمنا الروحي والنفسي والأخلاقي والحضاري والانتماء الديني غذاؤه ماذا؟ هذا القرآن وعباداته، صلاة، صوم، زكاة، حج،
أركان العملية، والصلاة جماعة توثيق عرى المجتمع، طبعا ما أمكن، الصوم طبعا لمن يستطيع، الحج طبعا لمن يتمكن، تمكن مادي أو تمكن زمني، موظف ما فيش إجازات يعني بهذا الوقت مثلا. خلاصة، وقوموا لله قانتين، القنوت أن تكون خالصا لله خاشعا بين يدي الله، القنوت الصفاء بصلاتك، الخضوع والخشوع في صلاتك، القنوت بمعنى قنت لله فليكن يعني رضاه، عبادته، تعظيم شأنه، ليكن هجيراك يعني قصدك وغايتك وهدفك وعادتك أن يكون هذا الخشوع بين يدي الله. وقوموا لله قانتين، خاشعين، خاضعين، داعين، متضرعين، قانتين. فإن خفتم من إيش؟ من العدو طبعا، فرجالا أو ركبانا، ممكن أصليون على الجمل أو على الفرس، وسيفي على جانبي ستاند باي يعني بسحبه بأي لحظة، يعني قد يداهمنا العدو بأي ثانية بأي ساعة بأي دقيقة. فإن خفتم في عدو قد يفاجئكم، فرجالا رجالا يعني أو ركبانا على الخيل على الجمال، الآن مدرعات ودبابات ومجنزرات وسكاوتات ونص مجنزرة والله ما المهم. الخلاصة، فإذا أمنتم ذهب الخوف، انسحب العدو. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وعندنا صلاة اسمها صلاة الخوف، بصلي ركعتين وبينسحب ليحل محله فوج جديد، وهكذا. فبيصلوا وراء إمامهم صلاة الخوف، لها هيئة معينة وحراسات تحرس الصلوات حتى ينتهوا، بعدين بيصلوا اللي ما صلوش. إذن فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني بتأدوا الصلوات كما علمكم مولاكم الله سبحانه ثم رسوله من بعده صلى الله عليه وسلم. والذين يتوفون منكم، يعني من بعد أن علمكم الله، جاء دور الرسول أن يفصل التعليم الرباني. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، انتقلنا من الصلوات إلى الكلام عن الوفاة، أمو هذا الدين واقعي، الموت واقع ولا مش واقع؟ واقع. طب حط لك والذين يتوفون منكم وين؟ عقب الصلاة، لما لا؟ أو عقب آية الصوم، لما لا؟ أو عقب الكلام عن الحج، لما لا؟ هذه كلها نشاطات المجتمع المسلم. الموت هذا حق، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فين أموت، متى أموت، والله ما بعرف، ربما الليلة، ربما باكر، ربما بعد أسبوع، ربما في رمضان، ربما قبل رمضان، ربما بعد رمضان، الله أعلم. آجالنا بيد ملك الكون سبحانه، يمد يختصر أمره، الأمر والحكم له والرضا منا. متنا نلقى ربنا، حيينا نحمل دين ربنا، فنحن على كل الأحوال إن شاء الله تعالى في مرضات ربنا، ما عندنا مشكلة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني هم عدد متوفى مثلا 70 شهيد في معركة من المعارك، مثلا تركوا 70 أو 75 أو 80 امرأة، ما الحكم؟ وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، تظل في بيتها سنة متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم،
يعني هذا حق لها قد تزاوله وقد تتنازل عنه في عدة. نعم ممكن تقضي العدة عند أهلها، ممكن تظل حولا متاعا للحول غير إخراج، فإن خرجن في ضمن الحول فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. يعني هذا الحق متاح لها، تظل في بيت زوجها حولا لها حق، ممكن تخرج لها حق، يعني هي تختار لها الحرية في الاختيار. إما أن تقضي السنة، هو العدة مفهوم المتوفى 14 و10. وما هذا الحول؟ هذا الحول إكراما لها، إن شاءت أن تظل سنة كاملة على ذكرى زوجها لها ذلك، إن شاءت أن تخرج لها ذلك. يا سلام الانفتاح والمرونة في الأحكام، يعني مش محجرة تحجير، لا، هذا الخيار متاح وهذا الخيار متاح. وصية لأزواجهم أي النساء، يعني متاعا إلى الحول غير إخراج، حول سنة، تحول يعني دارت السنة لا تخرج. إن خرجت هذا حقها وهي تمارس حقها، فإن خرجن فلا جناح عليكم. تصور مرت ابنه طلعت عنده بعد شهرين، يعني ما الحكم فيهم؟ فلا جناح عليكم، يعني يا أهل الزوج لا تلامون أن هذا الإله العظيم أعطى المرأة هذا الحق أن تخرج. الزواج بعد 14 و10، ما في زواج، لكن تخرج عند أهلها، عند أبوها، عند أخوها، عند أختها، عند خالتها. تخطب لا إلا بعد عدة المتوفى عنها زوجها. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. تزور والديها معروف، تزور أخوها معروف، تزور بيت أختها معروف، خالتها، عمها، خالها، كله معروف. والله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، عزيز له العزة المطلقة سبحانه، فهو يشرع لعباده. إخواننا، يعني مع الاحترام، وقفك بإشارة طرف إصبعه الشرطي فورا، بريك وصف على اليمين بمنتهى التهذيب، مش حاط الحزام بتحط الحزام بسرعة، بتضحك وأعطيكم العافية، ما تمام، يعني مش غلط نحترم بعض، هذا مطلوب، أن تطيع القانون مطلوب، فكيف قانون الإله سبحانه؟ مع احترام للبشر، يعني إذا هذا تعاملنا مع البشر كيف مع خالق الوجود سبحانه؟ فكيف إذا كان الضابط عقيد وقفك؟ بتوقف بالمتر مثلا، يعني كيف إذا كان وزير الداخلية نفسه اللي وقفك؟ أي لا بعملهاش مثلا، مثلا يعني أم بنقرب الصورة. إذن والله عزيز حكيم، له العزة المطلقة والحكمة المطلقة، وللمطلقات متاع بالمعروف، ملابس متاع، المال متاع، الفراش متاع، وللمطلقات. كنا في الميت عنها زوجة، هناك فارق بالموت، هنا فارق بالطلاق. وللمطلقات متاع بالمعروف، خاصة إذا كان الطلاق منه مش منها، طلقتها جرحتها، اجرح وداوي، يعني مقابل هذا الطلاق يا بنت الناس، يعني لعل رب العالمين يسوق لك من هو خير مني، احنا مش محققين الانسجام والتفاهم المطلوب. معذرة، هاي 500 دينار مثلا، مثلا يعني كل زمن له مقاييس، يعني 500 دينار nothing ولا شيء، كان 500 دينار بالزمن القديم هذا لرد، ومنين جابهن لي مقالات 500 دينار؟ واو 500 دينار بش حد؟ لا إله إلا الله. إذن مقاييس الكم
والكثرة وغيره مقاييس تختلف. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يعني هذا مفارق بالموت، مفارقة بالطلاق. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك مثل هذا البيان نفسه يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. إذن كذلك تشبيه بإيه؟ تشبيه الشيء بنفسه إذا بلغ القمة. وطبعا كلام القرآن دائما قمة. إذن كذلك يبين الله لكم مثل هذا البيان، يبين الله لكم آياته مثل هذا البيان نفسه لعلكم تعقلون. لعلة أن تعقلوا، هذا الكتاب خطاب للعقل وللألباب. هذا الكتاب بظنون الدين أنت عقل، لا يا أخ، بالعكس، الدين خطاب للعقل، ولا شيء يشبع طاقة العقل إلا الدين. والله أي والله، بفضل الله الحمد لله أن نشأنا على الدين والكتاب من نعومة الأظفار، ولله الحمد. جزا الله الجد رحمه الله الشيخ إبراهيم يصطحبني إلى المسجد طفلا من صلاة الفجر إلى العشاء، ومش مرغما معاذ الله، محب. الحمد لله الحمد لله. المهم كذلك يبين الله لكم آياته أحكامه لعلكم تعقلون. حكم هذا الدين، فلسفة هذا الدين، نظرة هذا الدين، شمول هذا الدين، عدالة هذا الدين، إنسانية هذا الدين، لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. بسم الله، كنا فين وصرنا فين؟ هذا هو القرآن. انتقل من الموت إلى الطلاق إلى المتاع للمطلقة أو الميت. الخلاصة الآن ألم ترى إلى، رحنا على التاريخ، هذا هو القرآن. المعلومات الموجودة في كالنسيج داخل اللون الأزرق والأحمر والأخضر، لكن متعانق الألوان. هنا الموضوعات متعانقة أيضا. هذا عن برب مجتمع يا أخ. تكلمنا عن المتوفى والزوجة بعد وفاة زوجها، وللمطلقات متاع بالمعروف، اللي خرجت في العدة واللي قعدت لآخر العدة بيّن الأحكام. الآن بدي أنقل التعليم إلى الصراع ما بين الحضارات والصراع ما حوالينا. عندنا فرس وعندنا روم وعندنا أحابيش بيشتغلوا عملاء عند الفرس، والروم مجندين شمال الجزيرة. فبدي أفهم ما حوالي. ألم ترى، استفهام تعجيبي، إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. من أمه؟ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، خليها مفتوحة مطلقة غير محددة ولا معينة. يعجب القرآن. كم الذين خرجوا من فلسطين؟ مش السؤال يا شيخ، يا سيدي سؤال مسأل. مليون، مليون ونص تقريبا تقريبا. ليش ما سلحتوهم وخرجوا مقاتلوا يا عرب؟ ليش؟ قال ما فيش سلاح. بالله قال فيش خطة ولا فيش سلاح، ولا الشعب الفلسطيني انهزم، ولا شو القصة؟ لا ما انهزم، ما حد سلحه وقال له قاتلوا عن أوطانكم، ما حدش حكاله. خليها مسبحة يا أبوي. ألم ترى إذا القرآن بيعجب من هذا الحال العجيب. خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. يا الله، من لم يمت بالسيف مات بغير هيك. يا ريت متنا في الجبهات نقاتل ولا نموت من السل ومن الدفتيريا ومن البرد ومن الأمراض ومن مش عارف ايه، ولا الكوليرا والأوبئة وغيره. يا ريت متواقفا مشردا. أنا لن أعيش مشردا، أنا لن أظل مقيدا، أنا لي غد وغدا سأزحف ثائرا متمردا. يا ريت
هذا الكلام كله واقع يا ريت. ألم ترى عجيب حالهم؟ مين يا رب؟ إلى الذين خرجوا من ديارهم، من ديارهم عار، الخروج من الديار عار، قاتلوا يا الله. طبعا مش عار إذا ما سلحهمش إخوانهم ودولهم، عار عليكم، عار على اللي ما سلحهمش وما دربهمش، دربتهم سلحتهم وخرجوا، ببصق عليهم بقول لهم عار على وجوهكم، مسلحين مدربين ليش ما تقاتلوا؟ ما حصلش. جينا وجينا لك فانا يا ريت ما. ألم ترى يا ما أعجب حالهم، منهم الذين إلى الذين خرجوا من ديارهم عار وهم ألوف، كيف إذا كانوا ملايين، حذر الموت، لكن الموت ماشي معاك، إذا الفرار منه ما بنجيكش، إن أينما تكون يدرككم الموت. قال تحت القصف يا شيخ، الموت يعني مؤكد أبدا 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 أبدا، والله أمه ما بموت إلا انتهى إلى أجل. يا ما قصف على رؤوسنا والله، مكتوب لنا حياة والحمد لله تعالى. الخلاصة، ألم تر إذا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. موت حقيقي ممكن، ثم أحياهم حقيقي ممكن، أو موت مجازي بأن عاشوا مشردين وتصرف عليهم وكالة الغوث، وقفوا طابور للذل عشان يعطوهم كاز ولا يعطوهم رز وسكر. أنا بعد وطني أخذ رز سكر من أمم متحدة، شحاد أنا يعني آخر النهار. فقال مثلا هذا موت معنوي احتمال، موت حقيقي موتوا بالطاعون بدل ما تموتوا بالجهاد ممكن. إذا الموت قد تحتمل الحقيقي والمجاز، المجاز الذل موت، التشرد موت، يعني احنا انتقلنا من مخيم لمخيم من بلد لبلد، وحكاية مثل أولاد القطة حاملة أولادها بأسنانها وبتلف من محل لمحل تجد محلا آمنا. جربنا وجربنا وجربنا زي أولاد القطة، خليها على الله يا أبويا، والله ذقنا الأمرين مو المر فقط، لا والأمر والأمرست، خليها على الله، خليها على الله. ثم أحياهم بالجهاد، ثم أحياهم بأن بعد ما كانوا مشردين تدربوا وتسلحوا وقاتلوا، أحياهم الجهاد بأمر ربهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا سلام، الله سبحانه لذو، لام لتأكيد المعنى، إن الله ذو جائز، إن الله لذو أقوى، إنك لكريم، إنك كريم، إنك لكريم آكد، إن الله لذو فضل، صاحب فضل على الناس، كل الناس مؤمنين وغير مؤمنين، مدام الناس أوبن مفتوحة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. المؤمن يشكر أن علمه دينه شرب الحمد لله، أكل لقمة الحمد لله، لبس هدمة الحمد لله، صلى آمنا مطمئنا الحمد لله، الحمد لله، مرض الحمد لله. يا سلام، وقاتلوا في سبيل الله يا أمة، وقاتلوا في سبيل الله. وشلون بدنا نقاتل يا شيخ؟ أنا قلت لك دب حالك على وقاتلوا أمة، مؤسسات، دولة، دول، مش وقاتلوا كل واحد على عاتقه، محصدوكم ده خطة عسكرية، خطة سياسية، خطة ثقافية وتعليمية وتربوية، وخطة ما أدري إيه، بدها ترتيبات حجي، أول شيء بدها إرادة، بدنا نقاتل ولا لا،
قال لا اقعد خليك معي، لا نشوف متى بدنا نرجع حقوقنا. أمم متحدة بترجع حقوق؟ يا سلام، إلا حقوقنا احنا يا ابويا برجعوهاش، تعلموش. وقاتلوا في سبيل الله، إذا قاتلنا المجرمين في سبيل الله، قاتلنا لنعود لأوطاننا في سبيل الله، قاتلنا لعزة هذا الدين في سبيل الله، كل الأعمال بالنيات. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لكلامكم، لدعواتكم، لاستغاثاتكم، لآلامكم. حاشا، أنا بتكلم عن يعني سمع العبد، حاشا لجلال الله أن يقلد أو يشبه، معاذ الله. لكن بقول لك يعني إحنا البشر سميع، هو سميع مطلق سبحانه، يسمع دبيب النمل على الأرض وهو في عليائه، كيف هذا شغله هو، مش شغلي أنا وأنت، نحن لا نعلم كيف، على الله ما في كيف. مولانا سميع مطلق، عليم مطلق سبحانه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما أجمل أن تقرض الله روحك، مش بس مالك، إنما الكلام الآن عن القرض المال. أنا أقرض ربي، وقت ما نزلت الآية طلع اليهود من جحورهم، هل افتقر ربكم؟ ها ها ها، اخسأ اخسأ، قاعد يمنا بالمدينة ومتحملينك وتجليط علينا يا مقرف أفندي. قال هل افتقر ربكم؟ تخسأ يا مجرم. هذا كله مجاز يعني، ورفع كرامة للفقير. ده المقول أحسن لأخيك، أقرضني أنا رب الكون وأنا أسددك أضعاف ربا. لا، هذا أجر وكرامة، لأنك صدقت ربك أكافئك. مولاك بيقول لك أنفق أنا أضاعف لك، صفقة مع الله ما لهاش علاقة بالربا. أنفق درهم أعطيك عشرة. الله هو صاحب الملك وهو صاحب التشريع، يفعل ما يشاء سبحانه، ليشجع على التواصل الاجتماعي والتراحم الاجتماعي والتآخي الاجتماعي والتناصر الاجتماعي إلى آخره. احنا الآن كل واحد عالم مغلق على نفسه، اللهم نفسي. لا، احنا أمة، جسد واحد، ألم واحد، أمل واحد. بعدين لا إله إلا الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما أجمل قرآنكم يا ناس. من ذا الذي، مين؟ المفروض كنا نقول أنا يا رب، كلنا يا رب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ذاك أمنا عائشة رضي الله عنها، الذكية العبقرية بنت الصديق العبقري رضي الله عنهم أجمعين. تقول كانت الروايات، كانت تطيب الدرهم قبل أن تضع في يد الفقير، بتقول إنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير، وأحب أن يقع في ربي مطيبا. شف الذوق، هذا الدين ذوق، هذا الإسلام رب نفوسا، رب عقولا، رب ضمائر، رب أرواح، رب مجتمع متماسك، متآخ، متراحم، متواد، متألم لألم بعضه، جيرانه، إخوانه. إحنا الآن كل واحد عالم نفسي نفسي، مش فاضي للناس. بكرة بيجيك حاجة للناس يا أخ، لا أحوجك الله، لكن كن وصولا حتى يصلك الناس. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ كلنا يا رب إن شاء الله، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. رسمت بالصاد لكن فوقها سين رفيعة عشان يقول لك يبسط، بمعنى أعطى الكلمة قوة. يبسط يبسط، واضح الفرق؟ يبسط يعني بمد لك بقوة، وإليه ترجعون. هذه الآية استفهام بدأت، والآية اللي بعدها استفهام على طريقة ألم ترى إلى الذين خرجوا. الآية اللي نقف عندها 46 بعد 200، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، حصل لهم إيه؟ هذا ما نتكلم عنه
في الحلقة القادمة إن بقي لنا في العمر مدة وزمنا والله أعلم. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.